اهلا بحضراتكم مره تانيه. خلينا نرحب بضيفنا النهارده في المحترف الناقد الرياضي سعيد علي عشان نتكلم معاه في كل المحاور على المستوى طبعا البطوله الافريقيه على مستوى البريمير ليج. كل محاور النهارده هنتكلم فيها مع ناقد متميز جدا دايما بيشرفنا في قناه النادي الاهلي. سعيد علي مساء الخير عليك يا سعيد. مساء الخير عليك يا كابتن هاني. منورنا. اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي. منورنا سعيد. محاور كتيره جدا جدا و الأحداث على مستوى كرة القدم في العالم متسارعة جدا، خاصة بنتكلم على المستوى الأوروبي كمان على مستوى الأفريقي. نتكلم صحيح. على فرقتنا مراحل الحسم، أكيد مراحل الحسم، ويمكن صحيح. الأسابيع أو الأسبوع العشرة أيام الجايين أسبوع فاصل في صحيح. طبعا الكرة العالمية على مستوى تصفيات كأس العالم ويعني الملحق الأوروبي كمان عندنا على مستوى منتخبنا وكمان على مستوى نادينا النادي الأهلي اللي عنده مباراة مهمة جدا بكرة. قبل ما نتكلم على مباراة المريخ بكرة، مباراة أكيد مهمة جدا، عايز أخد رأيك في مباراة سان داونز. النادي الأهلي أدى مباراة على المستوى الفني متوسطة، أسباب الخسارة إيه أمام سان داونز؟ بص يا كابتن هاني، يعني في الحقيقة يعني أنا هقول تعبير مش مبالغ فيه، أنا شخصيا شعرت بإرهاق من إرهاق لاعبي الأهلي. الحالة اللي عايشها لاعبي النادي الأهلي أنا شخصيا حسيت بالتعب بتاعهم وانت بتتفرج عليهم. ولما بنقول ان ارهاق دي لا شماعات ولا مبررات ولا كلام منطقي جدا، وحضرتك لاعب كره وعارف ده كويس جدا. صحيح نادي الاهلي طوال عمره بيتعرض لضغط مباريات، صحيح نادي الاهلي بيشارك وينافس على كل البطولات، لكن ولا مره في تاريخ نادي الاهلي ولا في تاريخ اي نادي في العالم بتلعب في بطوله قاريه بحجم امم افريقيا ثم بعدها ب 24 ساعه بتلعب ببطوله بحجم كاس العالم للانديه. يعني انت بتلعب بطولتين في نفس الوقت، دي ما حصلتش في التاريخ ابدا، مستحيل. كان بتقابلني بعض التساؤلات، الناس تقول لك انت بتتكلم على 3 4 لعيبه في المنتخب، باقي اللعيبه المفروض مش مجهده، لكن الكلام ده انا بشوفه منافي للمنطق تماما. لانك لما بتتكلم عن اولا مثلا لاعب زي محمد عبد المنعم بحاله الارهاق اللي هو عايشها و120 دقيقه في 4 مباريات متتاليه في افريقيا، وجاي يلعب تاني يوم كاس العالم للانديه، غايب جنبه بدري بانون قلب الدفاع الاهم في السنه الماضيه، وايمن اشرف، تتكلم عن اكرم توفيق اللي غايب ثم ينضم ليه محمد هاني، تتكلم عن عمرو السوليه، وتتكلم عن حمدي فتحي، حاله الغياب اللي هم بيعيشوها. فكل هذه الاعمده لما تكون متاثره او غايبه فاكيد اكيد قفشه او عبد القادر او اي لاعب اخر هيتاثر. اكثر من 50% من قوام الفريق متاثر بفعل الاجهاد او الاصابه، فبالتالي ما تطلبش من الافراد انهم يؤدوا اعلى ما عندهم طالما المنظومه كليا بتواجه هذا او هذه الصعوبات الكبيره جدا. فانا بشوف ان النادي الاهلي دفع ضريبه ان مفيش مباريات اتاجلت. غير منطقي بالمره ان النادي الاهلي يتعرض لهذا الكم من المباريات. كل المباريات برضه سعيد على زي ما انت بتقول، مباريات مهمه جدا، مباريات قويه على المستوى الافريقي وعلى المستوى المحلي كمان. صحيح. بتلعب بيراميدز، والنادي الاهلي تحديدا جمهوره ما بيسمحش ان انت تعصب مباراه. برافو عليك، انا كنت لسه هتكلم انك ممكن تكون بتلعب في احد الانديه الثانيه، بيكون الامور يعني ممكن تعدي مباراه. صحيح. تخسر مباراه، تعدي مباراه، تعدي بطوله كمان، في انديه بتعدي بطولات بتخرج من بطولات عادي. انت مطالب في جميع الاحوال وجميع المباريات، سواء على مستوى الدوري على مستوى البطوله الافريقيه، انك بتحقق مكاسب. وده ياخدنا لنقطه ثانيه مهمه، ان ده دفع مستر بيتسو موسوماني طوال الوقت انه بيستبدل طرق لعب. هو الراجل مش عارف يثبت شكل وخطه معينه ليه؟ لان هو يهمه بالدرجه الاولى انه ما بيخسرش المباراه، مش انه يطبق فلسفه لعب، فبالتالي بيبدل كتير عشان الفرقه ما تخسرش نقاط قوي. فده برضو بيأثر على اللاعبين. انت النهارده لما تلعب قفشه مره جناح ومره في العمق ومره مهاجم، اكيد هيأثر عليه. عدم الثبات ده بيأثر عليه، فبالتالي أثر على الافراد. فبشكل واضح جدا جدا الاهلي خرج من المرحله الصعبه في الموسم، او اقترب من الخروج من المرحله الاصعب في الموسم باقل الخسائر واكبر المكاسب، كونك قدرت تحقق برونزيه مونديال العالم، تتصدر الدوري وتهزم المنافس المباشر ليك على القمه بيراميدز بنتيجه كبيره جدا 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 في وقت كل الناس بتشوف الموضوع في سياق تاني او في اتجاه تاني، ثم ان شاء الله انت قريب جدا جدا. انت متواجد ومتواجد بقوه في البطوله الافريقيه، في دوري ابطال افريقيا. صحيح. فبالتالي انت على كل المستويات قدرت تخرج من اصعب مرحله باذن الله من الموسم باكبر المكاسب، وده يخليك تتفائل جدا جدا انك وانت في اسوأ احوالك بتحقق هذه المكاسب، فماذا سيكون الحال عندما تكون في افضل احوالك؟ ده اللي احنا ان شاء الله متفائلين بيه في المرحله اللي جايه. طيب.